السلام عليكم شباب، معكم ديسنجر اول جهدي. طبعا في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن ماب دير ايزندراخ، وراح اراويكم كيف تقدر تطلع السهم. طبعا اسمه ريث اوف انشنت. ان شاء الله راح اراويكم في هذا الفيديو كيف تقدر تطلع السهم، وان شاء الله يعجبكم تستفيدوا منه. طبعا الموضوع سهل وبسيط، في ثلاث تنانين لازم تاكل ثلاث تنانين وراح يطلع لك السهم، بس هذا كل الموضوع. خلنا اراويكم اماكن التنانين بالضبط وكيف تقدر تحصل السهم، وين محله من الاعراب. وطبعا اول مكان زومبي راح نشوفه في هذا الفيديو شباب، اول ما ترسبن راح يكون في باب يطلعك برا القصر، بعدين تركب على فوق شوي راح تشوف باب ثاني تفتحه وتوصل لهذه المنطقه. طبعا راح تشوف التنين فوقي الحين حاليا، للاسف ما رويتكم صورته في هذا الفيديو، بس راح اكيد اذا انت لعبت الزومبي راح تشوف محله بالضبط. فاللي عليك تسوي انك تقتل الزومبي واحد واحد، لا تقتل اثنين مع بعض، لازم تقتل واحد واحد. انك اذا قتلت الزومبي الاول راح ياخذه الوحش، بس الثاني اللي وراه ما راح ياخذه، فلازم تستنى ياكل الزومبي بعدين تقتل اللي بعده، عشان كذا ياخذهم كلهم وتخلص سريع ولا تضيع وقت. فانصحك تسويه في الراوندات البدايه، يمديك توقف في المنطقه ولا تنحشر سريع. فخلينا نشوف محل الزومبي الثاني وننتقل معاكم له. والتنين الثاني راح يكون معنا طبعا شباب، الباب اللي فتحناه تحت هذا التنين الاول راح يكون في باب، اول ما تدخل تحت يوصلك لهذه المنطقه. اللي عليك تسويه تقتل طبعا زومبي وتاكل التنين. طبعا اللي تشوفون حاليا في جرافيتي ما جرافيتي، هذا راح اتكلم عنه فيديو ثاني منفصل، ما يهمكم الحين فيه لو تهتمون ولا تدق الخبر، ما يهم. اهم شيء تقتل الزومبي واحد واحد عند التنين وراح تاكله، واذا خلصت تاكيد نروح للمنطقه الثالثه. والتنين الثالث راح يكون معانا في هذا الفيديو، او اخر تنين راح يكون معانا زي ما تشوفون في غرفه التحكم. اذا لعبت الماب شوي راح تعرف بالضبط وين انا راح يكون محل بالضبط هذا المحل، لانه صعب اشرح اقول لك افتح هذا الباب افتح هذا الباب افتح الباب، راح يحسك شوي، فاكيد اذا لعبت شوي راح تلقاه. فاذا قتلت هذا التنين الاخير، مو قتلت، اكدت التنين الاخير، شفت الباب اللي جيت منه هذا انا من تحت، تدخله وراح تشوف السهم قدامك مباشرة. طبعا هذا السهم لتطويره، راح اتكلم عن تطويره فيديو ثاني منفصل، فان شاء الله عجبكم الفيديو واستفدتم منه. فاذا عجبك الفيديو وحاب تشوف معلومات كثيرة عن الزومبي، لا تنسى اللايك والسبسكرايب. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، السلام عليكم.